100% ارقامك. طيب تعالى نمسك بس بلاش لغه الارقام السكه دي عشان النهارده ما تهربش منها. لا سكه خالص، احنا هنقول دلوقتي كمان وحلول. لما نيجي نمسك الاول الاهداف المتوقعه، هي بس المصطلح بتاع المتوقعه ده بيدي الناس ايحاء دايما انه في المستقبل. لا احنا بنتكلم على جوده الفرص اللي صنعها كل فريق. بسرعه كده لو جبنا 100 ضربه جزاء، اخر 100 ضربه جزاء في الدوري تمام كويس، لو شطناهم 89 كوره هتخش و11 هيضيعوا، يبقى احتماليه تسجيل هدف من ضربه جزاء هو 89%. كويس. لو جالك في المباراه 3 ضربات جزاء يبقى ممكن تسجل، او كان المفروض تسجل هدف فاصلة 6 7 من 10، جبت 3 يبقى انت بتسجل اعلى من الحقيقه، اعلى من المتوقع. جبت 2 منهم يبقى انت المتوقع بتاعك كان اعلى من اللي سجلته فعلا. ده كده الاهداف المتوقعه. تعال بقى نبص على الفرق. الاهلي هو نمره 1 98 هدف متوقع، جاب منهم فعلي كام؟ 72، وهنشيل 2 اعتباريين على جنب. كويس. مين التاني؟ بيراميدز. مين التالت؟ الزمالك. الرابع مين بقى؟ وده مهم جدا، الجونه. الجونه عنده عنده 72 هدف متوقع. طيب في رقم تاني مهم جدا عشان نربط الاثنين ببعض، قدرتك على تحويل الاهداف المتوقعه لاهداف. ودي تفسر الشراسه الهجوميه بتاعت الفرقه وقدره اللعيبه، كواليتي اللعيبه يعني. كويس. الاهلي 73%. ده الاول. اعلى فرقه في الدوري عندها قدره على التحويل كانت سموحه. سموحه 82%. مش الاهلي. مش الاهلي. كويس. سموحه، يليها نادي امبي 75%، يليهم اسوان، يليهم الاهلي 73%، وبعدين اسوان 71%. حاجه بقى بالله. لا لا الناس هتقفل التلفزيون وتضربنا دلوقتي. طب بصوا بس يقول لك قوموا روحوا. ده لسه حاجه مهمه. عايزين نشغل الكليب بتاع الاهلي، عايزين نفهم برضو ونتكلم مع الناس. هو الاهداف الحقونا هنضرب، الحقونا.